Hi, Hazen. I'm Asser. You look worried. Is everything okay? Hi, Asser. It's my first day at school and I feel a bit nervous and shy. Don't worry. We are all friendly. I can help you get to know the school. Really? Can you? Sure. I can take you around, show you where your classroom is, and stay with you at break. Let's go meet some of my friends. Look, there is Basil. Hi, Basil. Hi, Asser. Hazen, this is Basil. He's very clever and he's good at math. You can ask him if you need any help with your homework. Basil, this is Hazen. He's starting school here today. Hi, Hazen. Welcome to our school. He's so polite. Thanks. Do you have all your books yet, Hazen? I'm not sure. I have a lot of books in my room at home, but I am a bit messy. I'm not sure which textbooks I really have. We can share my book today. And I have an extra copy of the worksheets. Wow, you are really organized. Thanks, Basil. Come on. I'll show you where the science classroom is. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الصف السادس الابتدائي، أهلا بكم في درس جديد الوحدة الثانية بعنوان We are all different. We are all different، يعني كلنا مختلفين، كلنا جميعا كده بنختلف عن بعضنا البعض، وده اللي بيدي للحياة طعم ومعنى. لو كلنا زي بعض كنا ملينا من بعض وزهقنا، صح ولا لا؟ بص كده على الولد الجميل ده اللي حاطط الكتاب على دماغه، ده عارف على طول ان هو لازم يحط المعلومات في دماغه، فبدل ما يقرا ويحط المعلومات في دماغه، لا حط الكتاب كله على دماغه لما تحس ان هو عبيط شويه. صاحبنا ده يعني فرحان كده بهدومه، فعامل اللياقه كده، فايه متانتك وعامل فيها ايه واد بوروم يعني. صاحبتنا دي تحس انها حوله كده طالعه من مستشفى الامراض العقليه، يعني اختلاف، هو ده الاختلاف يا جماعه. We are all different، نحن جميعا مختلفين. تعال نتعرف كده على الاشخاص اللي انت شفتها في المحادثه بتاعتنا. صاحبنا الخجول ده اللي هو حازم، اول يوم ليه في المدرسه، تمام، فيعني مكسوف كده ولسه ما تعرفش على زمايله. هيدخل صاحبنا باسل ده في نص الحوار في المحادثه زي ما انت شفت كده، والاخ ده من الناس الشاطره اللي مخليه بالها من نفسها ومرتب كتبه، وعنده بدل كراسه التدريبات عنده اكتر من نسخه، فتقدر تعتمد عليه في موضوع حل المسائل الرياضيه لانه راجل منظم زي ما انت شايف، وعامل شعره ازاي كده جيل نفس النوع اللي انا بحطه بالظبط، بس انا ما بحبش اي ارفع شعري لفوق كده. خلاص، بعد كده عندنا الاخ اسر، وهو تحس انه فريندلي كده، بيروح على اي حد عايز حاجه، ايه يا ابني في ايه المشكله، تعالى ده احنا هنا اصحاب وكلنا حبايب ونمشي لك امورك واعرفك على المدرسه، فولد كده جميل. هو ده اللي هنبدا بيه المحادثه بتاع النهارده. اول حاجه هاي حازم، هنا بيبدا التحيه، تمام. هاي، اي محادثه بتبدا بهاي وهلو، خلاص، او اكسكيوز مي لو انت طالب حاجه من حد. هاي حازم، اي ام اسر، بيعرفه بنفسه، انا اسر. يو لوك وريد، انت شكلك كده قلقان. لوك هنا بمعنى يبدو. از everything اوكي، هل كل حاجه على ما يرام بيطمن عليه؟ ده نوع من ايه؟ نوع من الود والترحاب ونوع من مساعده الاخرين. هاي حازم، اي ام اسر، يو لوك وريد، از everything اوكي. ده كانت الجملة الأولى في محادثة النهاردة. هاي آسر، بيرد عليه التحية بتاعته. It's my first day at school، ده أول يوم ليا في المدرسة. كنا خدنا زمان فقرة عن أول يوم في المدرسة لو تفتكروا. It's my first day at school and I feel a bit nervous، يعني إلى حد ما حاسس بتوتر شوية بس مش للدرجة، a bit يعني حاجة خفيفة. And shy، وحاسس إن أنا خجول. خلاص، دي كانت مشكلته. هو دلوقتي بيقول على شعوره الحالي، انا اول يوم ليا في المدرسه وحاسس كده ان انا متوتر شويه، لسه ما اتعرفتش لا على المكان ولا على الناس، فده طبيعي يعني. هاي اسر، اتس ماي فيرست داي ات سكول اند اي فيل ا بيت نيرفس اند شاي، تمام. بيقول له دونت وري، لا تقلق، بيطمنه اهو. وي ار اول فريندلي، كلنا هنا اصحاب، كلنا هنا بنتميز بالود والصداقه والترحاب. I can help you،
انا اقدر اساعدك. طبعا انت عارف يعني انت كبرت خلاص، وعارف ان كان من المودال فيرب بيجي بعدها الفعل ايه في المصدر، وبعدين هيلب نفسه برضو بيجي بعده الفعل في المصدر. هساعدك في ايه؟ يو جيت تو نو، انك تتعرف ذا سكول على المدرسه. يبقى بعد كان بيجي فعل في المصدر، وبعد هيلب بيجي فعل في المصدر اهو جيت. اي كان هيلب يو جيت تو نو، انا اعرفك وهساعدك ازاي تاخد فكره عن المدرسه وتاخد معلومات كامله. دونت وري ده تعريف على بعضه كده، تاخده زي ما هو وتحفظه. دونت وري اي حد قلقان تطمنه، تقول دونت وري خليك واثق فيا، خليك معايا لغايه ما البسك في الحيط، قصدي لغايه ما انجز لك انا المهمه دي، فما تقلقش. Don't worry, we are all friendly. I can help you get to know the school. خلاص؟ بعد كده هو الراجل هيقول لي really؟ حقا؟ انت بتتكلم جد؟ فعلا يعني؟ Can you؟ تقدر انت تعمل القصة دي؟ هل تستطيع ذلك؟ بص يا جماعة الدنيا مختصرة ازاي؟ Can you؟ مش زي صاحبنا لما يجي يكتب لي paragraph، يكتب لي قصة حياته وقصة حياة جيرانه والناس اللي في البلاد التانية والأعاصير والبراكين والزلازل. Can you كلمتين؟ هل تستطيع؟ مش can you to get me to know the school؟ وهيعيد الجمل تاني، هي كلمة ونص. Can you really؟ Can you؟ هل تستطيع؟ هيقول لي sure، بالتأكيد بيأكد عليه هو. Sure I can take you around، أنا أقدر أخدك في جولة، ألف بيك لفة كده أعرفك يا سيدي المدرسة بتفاصيلها. يبقى هنا بيقول له I can take you around، take برضو في المصدر. Show you، وكمان هعرفك. Where your classroom is، فين الفصل بتاعك، مكانه فين. And stay with you، وهقعد معاك. بص الخدمات بقى المتكررة، at break في الفسحة، لأنك هتبقى عامل زي الكتكوت المبلول كده ومش عارف حد وقاعد مكسوف، فلا أنا أقعد معاك وأحكي معاك وأعرفك على الناس وهنخليك تندمج بسرعة وسط زمايلك. فهمت بقى إن الأخ آسر ده راجل محترم جدا. I can take you around، show you where your classroom is and stay with you at break، وهنقعد مع بعض فين؟ في الفسحة. Let's go، اقتراح اهو. Let's، وانت عارف بعدها الفعل في المصدر، انت حفظت الكلام ده. Let's go meet some of my friends. Some of my friends، يلا بينا نقابل شوية كده من صحابنا. وهو بيقول الكلمة دي داخل واحد منهم. خلاص؟ Let's go meet some of my friends. نقول الجمل تاني. Sure I can take you around. Show you where your classroom is and stay with you at break. Let's go meet some of my friends. اتفهمت الجزئية دي؟ تعال بقى هيكمل هنا. Look، انظر، بالصدفة كده جبنا سبت القط، جه ينط. Look there is Basil، ها هو باسل. Hi Basil، ازيك يا بسولة. فهنا بيكمل بيقول له حازم، This is Basil، يا عم حازم يا مكسوف افندي، تمام، ده الاخ باسل. He is very clever، الواد ده يعني من الجماعة الدحيحة. He is very clever، شاطر جدا. And he is good at math، وشاطر جدا في المسائل الرياضية. تقول له 2 زائد 3 كام؟ يقول لك 25. خلاص he is good at math. You can ask him، تقدر تعتمد عليه وتسأله. If you need any help، لو عايز أي مساعدة، تمام. With your homework، في الواجب بتاعك، أي حاجة كده تحس إنك مش عارف تحلها، تعالى للبريمو ده في ثانية واحدة هيكون مخلص لك الدنيا. حازم، This is Basil، he is very clever and he is good at math. مين فاكر good at؟ ها، good at، great at، bad at، يجي بعدها يا noun صريح يا اما فعل مضاف له ing، تمام. He is good at math، math هنا اللي هو الناون الاسم الصريح. هو شاطر في ايه؟ شاطر في الرياضيات. You can ask him، تقدر تسأله. If you need، لو انت محتاج. Any help، اي مساعدة. With your homework، مع الواجب بتاعك او في الواجب بتاعك. طبعا اول حاجه هيعملها الاخ باسل ان هو هيرحب بصاحبه القديم اللي هو عارفه من قبل كده، فهيقول له هاي اسر، ازيك يا اسر، عامل ايه النهارده، ايه الاخبار. قال له باسل، ذس از حازم، ده الاخ حازم المكسوف ده. هي از ستارتنج سكول هير توداي، هو بيبدا مدرسته النهارده. باسل، ذس از حازم، بيعرفهم على بعض. باسل، ذس از حازم، ده الاخ حازم اللي واقف عند الباب الناحيه الثانيه. هي از ستارتنج، هو بيبدا سكول هير توداي، اول يوم ليه في المدرسه النهارده. باسل، ذس از حازم، هي از ستارتنج سكول هير توداي. معاه هنا هيرحب بيه، هاي حازم، ازيك يا حزومه، ويلكم تو اور سكول، مرحبا بك
في مدرستنا بيرحب بيه، بيقول له انت هنا على الرحب والسعه، انت مرحب بيك، اذا بيطمنه وبيدي له استعداد نفسي كده، تمام؟ مش زي العيال الشريره، تعالى في واد داخل جديد المدرسه تعالى نحط عليه ونضايقه، لا، الراجل بيرحب بيه لانه واضح ان هو ولد محترم جدا وشاطر جدا في نفس الوقت. وبدليل ان اسر بيرد اهو بيقول له He's so polite، هو مؤدب جدا، هو مؤدب جدا وعارف الاصول، فبيرحب بيك كده الاول، فهو ولد من بيئه محترمه جدا. ويبدو ان اسر كده من الناس اللي هو ما بتصاحبش اي حد، يعني مش بيصاحب علي علوكه واشرف كخه، لا، هو بيصاحب ناس محترمه زي باسل كده، ولد مهذب وشاطر. فهنا بيشكره بيقول له ثانكس، شكرا ليك يا اسر على كلمتك الجميله دي لانك مدحت فيا وقلت ان انا بولايت. Do you have all your books yet حازم؟ هنا بيوجه كلامه لحازم، بيقول له معاك كل كتبك؟ يعني خلاص دخل في صلب الموضوع وعايز يطمن على الراجل ان هو هيمشي تمام في المدرسه. Do you have all يعني الجميع. Do you have all your books yet حازم؟ yet بمعنى بعد، يعني معاك كل الكتب حصلت عليها ولا لسه يا حزوم افندي؟ Thanks. Do you have all your books yet حازم؟ فقعد يفكر كده ويهرش، I'm not sure، مش متأكد، واضح ان هو راجل مهمل شوية. I have a lot of books in my room، انا عندي كتب كتيرة والله، بابا جايب لي شوية كتب خارجية على كتب المدرسة، وانا عاملهم سلطة كده في البيت، سمك لبن تمر هندي، فمش عارف راسي من رجلي. I have a lot of books in my room at home، في البيت، but I am a bit messy، يعني انا فوضاوي شوية، مش زيك كده مرتب ومهندم، لا، انا راجل فوضاوي، الدنيا عندي بايظة. I'm not sure which textbooks I really have، فانا مش عارف بقى ايه الكتب المدرسيه اللي معايا، ولا فاهم حاجه في الدنيا. I am not sure، انا مش متاكد، which textbooks، اي الكتب المدرسيه I already have، هي معايا بالفعل. خلاص الراجل ده متلخبط جدا كده، ويبدو ان هو من الجماعه المهملين شويه. I'm not sure I have a lot of books in my room at home but I am a bit messy. I'm not sure which textbooks I really have. خلاص فهمنا الجمله دي كويس. هنا هيردوا عليه يقول له ولا يهمك، we can share my book today، تعالى نشترك انا وانت في كتاب، نفتحه كده وكل واحد يبص عليه، هنشترك انا وانت نتشارك في الكتاب مع بعض. share my book يعني شاركني في كتابي. we can share my book today and I have an extra copy، ومعايا نسخة إضافية من كراسة التدريبات دي، of the worksheets، معايا كده شوية كراسات تدريبات، أنا معايا أكتر من نسخة، خد لك واحدة وحل فيها علشان تعرف تكتب إيه الواجب. We can share my book today and I have an extra copy of the worksheets. خلاص فهمنا الجملة دي كمان. هنا الولد معجب، الله، إيه يا عم الناس دي؟ ده مش معاه نسخة واحدة، ده معاه أكتر من نسخة وعامل حسابه، ما شاء الله، إيه الناس اللي هي منظمة جدا دي؟ أمال أنا مش كده ليه؟ واو، اتفاجئ، أول مرة أشوف العينة دي، باين عليه كان في مدرسة تعبانة. واو، you are really organized، ده أنت منظم جدا يا راجل. thanks باسل، شكرا ليك يا باسل. واو، you are really organized، thanks باسل. هنا في آخر جملة في المحادثة، هنا هياخد له كلمة تشجيعية بقى، come on، هيا بنا، متحمس جدا صاحبنا ده. I'll show you، I will، اختصارها I'll show you، سوف أريك، خلي بالك شو هنا في المصدر لأنها جاية بعد إيه؟ بعد will، ما will بنت عم كان، يعني تقدر تقول أختها في الرضاعة يعني. I'll show you where the science classroom is، فين فصل أو حجرة دراسة العلوم. طبعا في المدارس الأجنبية كل مادة لها فصل معين، دي حجرة الإنجليش، دي ساينس، دي حجرة الميوزك وهكذا، لكن إحنا عندنا كله إيه؟ زبادة في الخلاط يعني. I'll show you where the science classroom is، تمام؟ يبقى الراجل ايه بيقول، تعالى بقى اعرفك فين بقى حجرة او فصل العلوم، عشان يبدو انهم الحصة الجاية عندهم ايه، عندهم ساينس، تمام؟ نسمع المحادثة تاني وبعدين نرجع لبعض ندرس الكلمات كلمة كلمة. Hi Hazem، I'm Asser، you look worried، is everything okay؟ Hi Asser، it's my first day at school and I feel a bit nervous and shy. Don't worry, we are all friendly. I can help you get to know the school. Really? Can you? Sure, I can take you around, show you where your classroom is, and stay with you at break. Let's go meet some of my friends. Look, there is Basil. Hi Basil. Hi Asser. Hazem, this is Basil. He's very clever and he's good at math.
You can ask him if you need any help with your homework. Basil, this is Hazem. He's starting school here today. Hi, Hazem. Welcome to our school. He's so polite. Thanks. Do you have all your books yet, Hazem? I'm not sure. I have a lot of books in my room at home, but I am a bit messy. I'm not sure which textbooks I really have. We can share my book today, and I have an extra copy of the worksheets. Wow, you are really organized. Thanks, Basil. Come on, I'll show you where the science classroom is. أول كلمة عندي هنا هي كلمة friendly. friendly يعني ودود كده وحبوب. بص كده الولد ماسك صحابه كلهم كده ويعني في صداقة ونوع من الود. friendly متعاون معايا، صدوق كده وودود وحبوب. شاي مش شاي بلبن، لا، ولا شاي بنعناع. شاي هنا بمعنى خجول. شاي يعني ايه؟ ده مكسوف كده وقاعد مع نفسه شوية، يعني مش بيندمج بسرعة كده مع الناس. شاي. صاحبنا ده calm. calm يعني هادئ. بص كده كيوت كده وديع وبيكتب وهو ساكت، مش زيك انت كل ما نطلع مع بعض اونلاين يا ماستر لا، هو كام. كام يعني ايه؟ الال سايلنت. كام كام يعني هادئ. خلاص. بعد كده كليفر. كليفر يعني ايه؟ شاطر بقى، ماهر، بيعرف يحل المسائل بسرعه. البنت دي بص شغال، الله ينور، مفيش مساله الا ما بتحلها. كليفر. كليفر كليفر يعني ايه؟ ماهر. بولايت، مهذب، قبل ما يتكلم يستأذن كده وما يتكلمش غير في دوره. بولايت. بولايت مهذب، ولما المستر ينده عليه يقول له نعم، ما يقولوش ايوه ايوه وهيتخانق كده، لا. بولايت. بولايت مهذب. ميسي يعني فوضوي. في ناس كده تبص في الاوضه بتاعتها زي ما انت شايف المنظر، يعني هو المنظر معبر عن نفسه، مفيش داعي ان انا اشرحه. ميسي مش ميسي لاعب الكره، لا، ميسي هنا بمعنى فوضوي. تمام. اورجنايزد على العكس تماما، يعني منظم. انا قلت للذكاء الاصطناعي عايز صوره منظمه، واحد لابس حقيبه كده واقف مبتسم، عمل لي مصنع شنط. بص كده كام شنطه، لغايه في حاجه من جيبه، يلا خد عندك شنط الدنيا، مش عارف كام شنطه، عد معايا بقى هتكسب معانا شنطه هديه. اورجنايزد. اورجنايزد يعني منظم. اورجنايزد. اورجنايزد. يلا بينا ندخل بقى على كتاب ستيب اهيد ونراجع الكلمات دي تاني. فريندلي. فريندلي ودود. فريندلي. شاي. شاي خجول. شاي. كام. calm هادئ. clever clever ماهر. polite polite polite. messy messy فوضوي غير مرتب. messy. nervous متوتر او قلق. nervous nervous وساعات تيجي بمعنى عصبي. organized 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 منظم. هتقول ورايا ولا لا؟ friendly friendly. shy shy. لاحظ ان دي كل دي adjectives صفات. calm calm. clever clever clever. polite polite. messy messy. nervous زي famous. خلاص. organized organized. تمام. نروح على extra vocab. kind يعني عطوف او طيب. nice لطيف. funny حاجة مضحكة. helpful متعاون. careful حذر أو حريص. برضو دي كلها صفات. kind kind. nice nice. funny funny. helpful helpful. careful careful. الحاجة المترتبة tidy. الأوضة دي very tidy، مترتبة 100%. tidy. intelligent ذكي، بيفهمها وهي طايره. intelligent intelligent intelligent. quiet هادئ. relaxation quiet quiet. زيها كده قريبه منها relax it relax it relax it. مسترخي كده وهادي. worried الان بقى. worried worried. tidy tidy. intelligent intelligent. quiet quiet. relax it relax it. worried worried. other words كلمات تانية إضافية.
A bit nervous, متوتر بعض الشيء، يعني شوية صغيرين كده. A bit nervous, a bit nervous. Don't worry, لا تقلق. Don't worry, don't worry, don't worry, don't worry. خلاص ما تقلقش. I'm not sure, مش متأكد والله، ما اكدبش عليه. I'm not sure, I'm not sure. Carefully, بحرص، بحذر. هنمشي كده carefully عشان النور قاطع، أحسن ننزل في حفرة، يبقى نمشي إيه؟ carefully. Correctly, بشكل صحيح. Correctly. I did my homework correctly. عملت الواجب بطريقة صحيحة. أخذت الدرجة النهائية. Four mark. Correctly. Show respect. يظهر الاحترام. حد ينده عليك كبير تقول له نعم. تقولوش أيوة. Show respect. Show respect. تمام؟ A bit nervous. Don't worry. I'm not sure. لا أنا عايزك أسرع، إحنا كبرنا بقى في سنة ستة. A bit nervous. Don't worry. I'm not sure. تمام كده؟ Carefully. لا ما تقولش carefully، لا. Carefully على بعضها. Carefully. Correctly. لا مش كور، لا. Correctly. ظبطت؟ Show respect. Show respect. تمام؟ break الفسحة الاستراحة. text box كتب مدرسية. break text box. break text box. extra copy يعني نسخة زيادة، نسخة إضافية. extra copy. worksheets الملازم، كراسات التدريبات. worksheets. worksheets. extra copy. worksheets. break text box. extra copy. worksheets. تمام لحد كده. البروبوزيشنز بقى يا ريس حروف الجر. good at اخدناها السنه اللي فاتت، يعني جيد فيه. help with يساعد فيه. help with your homework هيساعدك في الواجب بتاعك. help with. read about الان كده بسبب موضوع معين، في قلق ناحيه الموضوع ده. read about. take you around هاخدك لفه كده. take you around. take you around. nice to others لطيف مع الناس. في ناس كده تتكلم معاه لأول مرة تحس إن أنت عارفه من سنين، يتكلم معاك كده بود وبحب ويضحك في وشك. وفي ناس بعيد عنك كلام خشبة كده، عامل زي إيه؟ عارف أنت التماثيل؟ أه بالظبط كده، يكلمك ناشف كده ويرد عليك رد صعب. nice to others. nice to others. welcome to مرحبا بك في. welcome to Egypt أهلا بك في مصر. طلع لي في جيبك. welcome to. at home في البيت. at home. come on هيا تعالى. come on مش كمون، لا. come on. talk to يتحدث إلى، أنا بتكلم معاك اهو. talk to. talk about يعني هحكي في الموضوع الفلاني، دي بنكتبها في الإيميلات فاكر. I want to talk about أو tell you about نفس المعنى يعني، خلاص أنا هتكلم معاك فيه. تمام يلا بينا. good at. help with. read about. أو والله read about مش worried. read about. take you around. take you around. nice to others. nice to others. welcome to. welcome to. at home. at home. come on. come on. talk to. talk to. talk about something. talk about something. بعد كده definitions التعريفات. friendly nice to others أو helpful. يعني إيه friendly؟ شخص ودود. معناها إيه؟ معناها إنه هو لطيف مع الناس ومتعاون. nice to others أو helpful. shy قلنا shy اللي هو أيوة خجول، لا لا مش شاي بنعناع. worried about talking to people يعني قلق بشأن الحديث مع الناس، وتلاقيه هادي كده quiet ما بيتكلمش مع حد وفي حاله كده، دايما ده الشخص إيه الخجول. worried about talking to people كويت، لذلك بنقول للناس طلعوا الأولاد تتكلم مع البشر، مش على طول حبسينهم في البيت مع الموبايلات. بيطلعوا بيجيبوا الدرجة النهائية، يطلع يشتغل ما بيعرفش يتعامل، يقول له روح البيت وعلق الشهادة دي ايه في الصالة عندك ما تلزمناش. عايزين طفل عنده مهارات اجتماعية، خلوا الأولاد يتكلموا مع الناس الكويسة، أصدقائهم من عائلات محترمة، يتصلوا بأصحابهم، الناس برضو يكونوا واثقين فيهم، يلعبوا مع أولاد العيلة، مع أولاد الجيران اللي في نفس العمارة ويكون ناس محترمين.
خلي الاولاد تتفاعل خلاص. يبقى shy worried about talking to people quiet. clever يعني ماهر, intelligent ذكي, good at school work شاطر في الاعمال الايه المدرسيه, polite مهذب, speaks carefully بيتكلم كده بحرص وبيوزن كلامه قبل ما يقوله, and correctly وبيتكلم بطريقه صحيحه, و shows respect ويظهر الاحترام, بيتكلم مع ناس كده يقول له حضرتك وحضرتك مش انت وانتي, والاسلوب حتى بعض الناس يعني الكبيره بتتكلم بالشكل ده سبحان الله. messy يعني not tidy مش مترتب, او or organized يعني not organized ليس منظما, ليس مرتبا او منظما, not tidy or organized. اما organized هي نفس المعنى tidy او careful يعني حاجه مترتبه او معموله بحرص. nervous معناها not calm ليس هادئا, worried او قلق, كلمه nervous معناها متوتر او عصبي. خلاص فهمنا الديفينيشنز, يلا نشوف عندنا ايه تاني. عندنا conjugation of verbs تصريفات الافعال. معظم الافعال اللي في الدرس ده يعني مراجعه ليك مش اكتر. look looked ينظر, ask asked يسال, relax relaxed يسترخي, paint painted يلون. كمان مره look looked, ask asked, relax relaxed, paint painted. بعد كده listen يستمع, need يحتاج, start يبدا, talk يتحدث, offer يعرض او يقدم, laugh يضحك. والله انا متاكد انك حافظهم كلهم. listen listened, need needed, help helped بتقول معايا صح, انا متاكد, start started, talk talked لا talked بالتي talked, offer offered, laugh laughed ودي بالتي برضو laughed. تمام. بعد كده guess يخمن, بيخمن بقى ايه اللي ممكن يحصل. stay with يبقى مع, stay with you at break فاكر. share بيشارك الحاجة, organize ينظم, like يحب, describe يصف, worry يقلق. يلا بينا guess guessed صح بالتي guessed, stay with stayed with, share shared, organize organized, like like it, describe described, worry worried. تمام. بعد كده الافعال الغير منتظمه, write يكتب, read يقرا, do يفعل, feel يشعر, get يحصل على, take ياخذ, find يجد. write wrote, read read read, do did, feel felt, get got, take talk, find found, know يعرف, go يذهب, meet يقابل, show يظهر, draw يرسم, speak يتحدث, make يصنع. هو حد يقول لي مش بتشرح ليه, دي كلمات تالتة ابتدائي دي ها. know knew, go went, meet met, show show it, draw drew, speak spoke, make made. هنا بيقول لك did you know, هل تعلم, the way you move gives other people information about your personality. والله العظيم الجملة دي فعلا صح يا جماعة. في حاجة اسمها body language. body language يعني لما حركتك وانت بتتكلم وانت بتعمل اي حاجة بتشير الى هويتك الثقافية وتربيتك وحاجات كتيرة جدا. خلاص طريقتك في الوقفة, طريقتك في الكلام, طريقتك في المشي, طريقتك في الاكل, في حاجات كتيرة جدا. من اول ما الانسان كده يتكلم معايا بعرف حاجات كتيرة عنه خلاص من طريقة الحركة بس قبل حتى ما يقول اي حاجة, من خلال مشيته لبسه, حاجات كتيرة جدا بتبين الشخصية. The way you move gives other people information about your personality. خلاص الطريقة اللي بتتحرك بيها بتدي معلومات للناس عن شخصيتك. Each person كل شخص has a different way of moving, عنده طرق مختلفة في الحركة. Just like we each have our own handwriting, زي بالضبط ما كل واحد عندنا خط مختلف عن زميله. People who move in similar ways, الناس اللي متشابهة مع بعض في نفس الحركة, often become friends, غالبا بتتقابل الناس دي وتصبح ايه اصدقاء, and work well together,
وبتشتغل كويس جدا مع بعض، زي كده الحديث النبوي الشريف اللي بيقول الأرواح جنود مجندة، إما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. خلاص نقولها تاني: The way you move gives other people information about your personality. Each person has a different way of moving, just like we each have our own handwriting. People who move in similar ways often become friends and work well together. تمام؟ يلا بينا كده نشوف المحادثة تاني نقراها مع بعض. Hi Hazim, I am Asir. You look worried. Is everything okay? Hi Asir, it's my first. خلي بالك دي first. في F منسية و I. My first day at school and I feel a bit nervous and shy. Don't worry. We are all friendly. I can help you get to know the school. Really? Can you? Sure, I can take you around, show you where your classroom is, and stay with you at break. Let's go meet some of my friends. Look, there is Basil. Hi, Basil. Hi, Asir. Hazim, this is Basil. He is very clever and he is good at math. You can ask him if you need any help with your homework. Basil, this is Hazim. He's starting school here today. Hi, Hazim. Welcome to our school. He's so polite. Thanks. Do you have all your books yet, Hazim? I'm not sure which textbooks I really have. We can share my book today, and I have an extra copy of the worksheets. Wow, you are really organized. Thanks, Basil. Come on, I'll show you where the science classroom is. اسمع المحادثة تاني وما تنساش تدعمنا بلايك وشير. تحياتي ليك ونتقابل في الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ياسر الكيلاني. Hi Hazim, I'm Asir. You look worried. Is everything okay? Hi Asir, it's my first day at school and I feel a bit nervous and shy. Don't worry, we are all friendly. I can help you get to know the school. Really? Can you? Sure, I can take you around, show you where your classroom is, and stay with you at break. Let's go meet some of my friends. Look, there is Basil. Hi, Basil. Hi, Asir. Hazim, this is Basil. He's very clever and he's good at math. You can ask him if you need any help with your homework. Basil, this is Hazim. He's starting school here today. Hi, Hazim. Welcome to our school. He's so polite. Thanks. Do you have all your books yet, Hazim? I'm not sure. I have a lot of books in my room at home, but I am a bit missing. I'm not sure which textbooks I really have. We can share my book today, and I have an extra copy of the worksheets. Wow, you are really organized. Thanks, Basil. Come on, I'll show you where the science classroom is. شكرا جدا على المشاهدة. ما تنساش لايك للفيديو، شير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. تحياتي ليكم. ياسر الكيلاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.